بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي كل المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي، وأكيد سعيدة دائما بلقياكم. بالنسبة لوصفة اليوم، كنقترح لكم طاجين بالقوق والجلبانة، محبوب الجماهير، كيجي لذيذ بزاف بزاف. طيب، فوق الفحم على حقه وطريقه. عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد الفيديوهات. ونبقى مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو كمية من اللحم اللي كتبقى اختيارية، وكذلك عندي هنايا بصلة خضارية، انا هنا استعملت جوج حبات. عندنا كذلك طماط سوغيز للتزيين، كذلك عندي حبة طماطم صغيرة اللي قطعتها مربعات، قليل من القزبر والبقدونس، وفلفل حار، كمية من الجلبانة اللي نقيناها، وقلب القوق اللي كنقيوه وكنقعوه في ماء وكنوضعوا فيه الحامض هكذا باش كيحتفظ باللون ديالو وما كيكحلش. بالنسبه للتوابل، عندي الملح، بابريكا، زنجبيل، فلفل اسود، وكركم. نصف كاس مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائده، وعندي كاس الا ربع من الماء. وكاضافه غادي نضيف القليل من الزعفران اللي غادي يعطيني واحد النكهه رائعه لهذا الطاجين. ممكن انكم تستغناو عليه الا ما كانش متوفر، ولكن الاضافه ديالته كتعطي واحد الفرق. مباشره في الطاجين غادي نوضع جميع التوابل، زعفران كميه صغيره فقط، وغادي نخلط الكل مزيج زيت الزيتون وزيت المائدة. ممكن أنا نستعمل زيت الزيتون وحدها. غادي نخلط التوابل أو المكونات مع بعض حتى كيمتزجوا ليا جيدا. ثم غادي نحاول أنني نتبل هاد اللحم جيدا. هاد التتبيلة مباشرة غادي نوضع البصل، من بعد غادي نوضع الطماطم، ثم القليل من القزبر والبقدونس اللي فرمناهم، من بعد غادي نوضعوا الجلبانة، غنحاول انا نساويها في الطاجين ونقادها، ومن بعد غادي نوضعوا قلب القوق، وغنحاول انني نوضع القليل من الجلبانه في كل وحده من باب التزيين فقط. وفي كل وحده غادي نوضع حبه صغيره من الطماطم لاضفاء لون جميل، ثم غادي نزين بالقليل من الليمون الحامض المخلل، القليل من القزبر والبقدونس، وفلفل حار. هنا زينت بالقليل من الزيتون، وهذا هو شكل طاجين سهل
ما فيه لا تعقيدات، كنوضع الكل في الطاجين ومباشرة كنوضعه فوق الفحم. الطريقة اللي كتبقى صحية ورائعة، كيطيبوا لنا المكونات يعني بالتساوي، وكيطيبوا بواحد الطريقة جميلة بزاف. غنضيف فقط القليل من الماء كيف ما كتلاحظوا، هذا الماء اللي ضفت هو اللي غادي يطيب لي في هذا الطاجين، ما غاديش نبقى نضيف الماء نهائيا من بعد. صافي كنخليو الطاجين فوق الفحم كيطيب على مهلو، وكنبقاو بحال هكا مره كنراقبوه. طريقة الطهي ديال الفحم كتجي رائعة، يعني كتخلي هذاك المرق كيكون معلك ولذيذ بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي لطاجين القوق وجلبانة، كيجي أكثر من رائع. كنتمنى أنه يعجبكم، ورافقته كيف ما كتلاحظوا بالبطاطس، واحد الوصفة رائعة للبطاطس. إلى بغيتوا الوصفة خليوها لي في التعليق، وإن شاء الله نحضروا مع بعض هذا الفيديو. وكذلك سلطة مشكلة ما بين الخس والخيار والطماطم وعصير والنعش. كان هذا هو اقتراح اليوم، كنتمنى انه يكون نال استحسانكم. خليوا لي ارائكم في التعليق، اقتراحاتكم كذلك لما لا. وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.